بسم الله. النقطة رقم 40، إدخال بيانات لإنشاء رسوم بيانية مدمجة في عرض، يا إما يكون الرسم ده عمودي، يا إما يكون شريط، يا إما يكون خط، يا إما يكون دائري. الدرس اللي فات كان عن الجداول، وقلنا الجداول يعني لا يوجد مثلها في عرض البيانات بدقة. إنما لو عايز تسهل عرض البيانات، وشو بقول لك، بيانات تسهل عرضها وتخلي عرضها مش مربوط لا بلغة ولا مربوط بأي حاجة، إن هو يشوفها يفهمها. بمجرد الشوف دي بنعملها تكون إيه؟ رسوم البيانية. رسوم بتبين، أو رسوم مبنية على بيانات، يعني لازم يكون وراها بيانات، لازم يكون وراها جدول. فهي بترسم الجدول، بترسم البيانات، الأرقام اللي أنت بتحطها لك بتحولها لك إلى يا إما العمود طويل وقصير عشان تبين لك يعني طول العمود وقصره، يا إما شريط برضه طويل أو قصير، يا إما خط طالع نازل، يا إما شكل دائري. وتعالوا نبطل كلام ونشوف إزاي بنعمل الرسوم البيانية. خلينا نعمل عرض جديد ونخليه فارغ ونقول له إنشاء. نعم. وتعالوا بعد شريحة العنوان نعمل شريحة جديدة، وزي ما انتم شايفين يقول لي هو انت عايز رسم، لا انا عايز رسم بياني. يبقى هو التخطيط او الدراج المخطط هو ده، اضغط عليه هيطلع لك يقول لك ايه المخطط اللي انت عايز تعمله. المنهج فيه عايز تعمل مخطط عمودي اللي انت شايفه، ولا مخطط شريطي. ده يعني البيانات هنا تمثل كأعمدة، ارتفاع العمود هو القيمة. فده مثلا قلنا 50، ده هيكون 60، ده هيكون مثلا 35، 40، وهكذا. ولا يكون على شكل شريط، ادي الشريط يا سيدي تحته، وبرضه بيمثل زي ما قلنا طول الشريط، ادي طول كمان واحد غيره، وادي واحد غيره، وادي واحد غيره. ولا يكون على شكل خطي، ان النقطة دي تمثل بعدها عن محور اكس ومحور واي، هي بتمثل قيمة. ارتفاع 30 وبعدين بقت 40 وبعدين بقت 50 وبعد كده ابتدت تنزل وهكذا. فهنا البيان اللي انت بتحطه، الارقام اللي انت بتحطها عايزها تكون ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود زي ده، ولا عبارة عن شريط زي ده، ولا عبارة عن نقطة زي دي، ولا عبارة عن جزء من كيكة، جزء من دايرة. لو قلت مثلا ده عبارة عن 60% وده عبارة عن 40%، فبيروح عامل لك الدائرة دي وكتب لك دي 60% ودي 40%. تعالوا برضو نشتغل. أول حاجة ندرج عمود، أدي عمود يا سيدي، أدي، ونختار أي واحد فيهم ونقول له موافق عشان يفتح لي جدول تابع للإكسل. فتح هنا الإكسل وندخل معلومات الشركة. هذه يا سيدي وليكن عندنا شركة الكمبيوتر، شركة الكمبيوتر، وندخل فيها المبيعات. هنقول ده شهر يناير. أنا بعلمكم إزاي تدخلوا معلومات. اللي يعرف إكسل مش هيحتاج أبدا الدرس ده، واللي ما يعرفش إكسل أدي بيتعلم. يناير، أجل اللي بعدي يقول فبراير، أدي هو. وبعدين الاكسل ظريف جدا، اروح واخدها كده يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليا وهكذا لحد نهاية السنة اللي هو ديسمبر. فانا حتى زودت المعلومات بالشكل ده بكل سهولة. انا دلوقتي وهشيل دي، مش محتاج لهم، ادي حذف خلاص، واحط هنا اي ارقام وليكن 6، اروح للي بعديها 8، اروح لبعديها 3، اروح لبعديها 2.5، اروح لبعديها 4، وبدخل ارقام واخدين بالكم بس عشان ابين لكم واعرفكم ان انا بروح للمكان واروح كاتب الرقم اللي احنا عايزينه 4.2 تاني، وبعدين هنا 3.8 وكذا. خلاص، نعم خلاص، دي عبارة عن الايه؟ المبيعات. اكتب هنا المبيعات عشان افكر نفسي انها المبيعات، واعمل انتر. جميل، واقفل دي خلاص. انا كده دخلت المعلومات، ادي قفلنا ودخلنا المعلومات. ادي مبيعات يناير اللي لونها ازرق اهي، فبراير مارس ابريل مايو يونيو لشركة الكمبيوتر. بس يبقى دي ادخال ايه؟ ايوه، معلومات
عن مبيعات الشركة للأشهر بتاعتها. تعالوا نشوف دي بقى ايه، بس ده اسمه شكله ايه، زي ما انتم شايفين أعمدة، أعمدة واقفة لفوق اهي، وكل عمود بالدول. دي أربعة بعد بأربعة واتنين من عشرة مليون، ودي بعد باتنين ومش عارف وثلاثة من عشرة على حسب ايه. انا طبعا بعد كده تعرفوا ازاي نظهر الايه الارقام والقيم على الاعمدة دي. المهم نروح للجديد ونقول في طريقة تانية ازاي ادرج جدول ادراج وبعدين جدول. لا مش عايز جدول، انا عايز مخطط، اضغط مخطط. نعم احنا درسنا اللي فاتت كانت عبارة عن اللي هو الأعمدة. دلوقتي ندرس الشريطي وأقول له موافق. جميل. أنا ممكن أخد نفس اللي موجود هناك وأحطه هنا بدل ما أكتبه من جديد. تعالوا نقفل ده. نعم. وأروح الأولاني وأقول له باليمين على المنطقة فارغة وأقول له تحرير بيانات، إن أنا أعدل البيانات القديمة، وخلينا عشان ما أكتبهاش من جديد أعمل لها كوبي نسخ وأقفل. وأروح لدي اقول له لا البيانات دي انت جيبها، لا تعالوا هنا نحرر البيانات اللي موجوده اوتوماتيك عنده، ونروح شايلين دول نقول له ديليت باليمين، اقول له لصق، الزق لي اللي موجود واشيل الايه الجديد القديم، اقول له حذف، فهتبقى لي دي. شوفوا دي بقى شكلها ايه لو نفس هي اللي هناك، واقفلها ونشوف شكلها ايه هنا. يا سلام، شايفين بقت بشكل شريطي نفس الشيء. خلاص فبراير مارس ابريل، فين يناير؟ المساحه مش كتيره، لو كبرنا دي هتظهر ان شاء الله. ادي يناير هي، فبراير مارس ابريل وهكذا. مفهوم؟ ده الشكل الشريطي، ده الشكل الشريطي. امال ايه الخطي؟ تعالوا ناخد نفس المعلومات ولا تيجي نعمل معلومات جديده؟ تعالوا نعمل معلومات جديده. ماشي. نعم تعالوا ندرج ونقول له هنا هو في الجديد، اسف هو عملنا واحد جديد وقلنا بين هنا المره دي، ونقول له احنا عايزين واحد بقى دلوقتي خطي، خطي عادي، خطي ده او ده او ده او بالنقاط ما يهمش. بعدين عايز ادرج، ادي موافق. بعدين قول له عايز ايه، انا هدرج الاولانيين بس، يعني مش عايزين نكتب، احنا عايزين نوري الخط شكله ايه، هدرج دول. اوكي وقول له اقفل. خلاص هيدرج لي. ليه ما جاتش شكل خطي؟ المشكله هنا عندنا معلش الاكس والواي، انا خليني اعملها لكم وبعد كده انتوا فهموها. انا اقول له تحديد البيانات حددناها، بس بدل العمود تبديل الصف العمود، عشان هيبقى شكلها اللي عندنا هيبقى شكلها احسن. عشان اوريكم ادي ايه، ادي يا سيدي سلسله واحد كانت عباره عن اتنين، سلسله اتنين، اتنين وتلاته من عشره، سلسله اربعه وثلاثة من عشرة. معلش الأرقام ما زبطتش لما قلبناها الصف لعمود والعمود للصف. وتعالوا نشوف الأخيرة. الأخيرة هي عبارة عن إيه؟ الشكل الدائري. لإدراك شكل الدائري نفس الشيء، أنا هدرج مخطط، والمخطط ده هيكون عبارة عن دائري، وأقول له موافق، وهنقبل بالأرقام بس عشان أوريكوا شكلها إيه. ونقفل. الربع الأول 8.2، الربع الثاني 3.2. شايفين؟ شايفين الربع الاول مبيعاته كتيره ازاي، والربع الرابع اقل مبيعات، فتشوفوا اكنها تكون كيكه ومتقسمه، واكبر قسمه فيها اللي هي الربع الايه الاول. تعالوا نقفل ونشوف. يا سلام، ادي الربع الاول اللي هو الكبير ده، والربع الثاني والربع الثالث. خلاص انا مش عايز اقول لكم ازاي نعمل نسب مئويه دلوقتي، لكن انا ضغطت على دي عشان اقول لكم 59% الربع الاول وكله، أو مش واكلة، أضافت للمبيعات. وأقل واحدة الربع الرابع 8% من المبيعات، والربع العاشر الربع الثالث 10%، والربع الثاني 23%. في الدرس ده اتعلمنا إيه؟ إزاي نعمل تخطيط بياني؟ وتعلمنا إيه تاني؟ إزاي ندرج معلومات في التخطيط البياني؟ معلومات البيانات اللي بيتم على أساسها تمثيل البيانات. يعني مش ده بيمثل البيانات اللي قدامه عن طريق أعمدة، وده بيمثل بيانات اللي قدامه عن طريق شريط، وده بيمثل بيانات اللي قدامه عن طريق نقاط، وده بيمثل بيانات اللي قدامه عن طريق قطع من الكيكة أو قطع من الدائرة. ده تمثيل البيانات بهذا الشكل. طب عملناها ازاي؟ قال لك بعد ما بتعمل
شريحة جديدة، ممكن تروح على المحتوى وتقول له إدراج مخطط وتمشي معاه خطوة خطوة، تقول له موافق وتكتب البيانات وهو بيعرفها أوتوماتيك، وبعد كده تقفلها هيظهرها لك. خلاص، عملية اختيار البيانات من الأول لما تقول له إدراج وتقول له مخطط، أنت بتختار من هنا لو عمودي أو شريطي أو خطي أو دائري. خلاص، ونتقابل إن شاء الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.